اي شيء هسه يظهر امامكم بلغوني، يعني هسه سويت مشاركة فول سكرين ظهر عندكم ما حتى نبدأ المحاضرة. اي دكتور ابا تمام، شكرا جزيلا. مؤمل مو مؤمل ماما، عند دكتور نعم. بارك الله بكم. السلام عليكم شباب، اليوم نكمل محاضراتنا بالميديكال مايكولوجي. اليوم راح ناخذ السوبرفيشال مايكوسيس، حناخذ في كيسات كلش يعني كمان خاصة عندنا بالعراق شايفتها كثير تجي المختبر. أول حالة راح ناخذها أو أول كيس إصابة هي بترياسيس فيرسيكولار، واسمها الشائع طبعا تينيا، تينيا فيرسيكولار يعني التسمية اللي شائعة بين يعني الأوساط الميديكال. البترياسيس فيرسيكولار is a chronic mild superficial infection و of the stratum cornea، طبعا في هذه الطبقة من الجلد، هي يعني الفيفرت place for get infected with this fungi. الفنجاي المسؤول عن هذه الكيسز يعني هي عديده، لكن الموست كمان مالت هي الماليسيزيا جلوبوسا، هذا واحد، والماليسيزيا ريستريكتا، وبعد يعني اكو غيره خاصه واحد ماليسيزيا فرفوره. طبعا هذا ديبند اون جيوغرافيك لوكيشن، عرفنا بعد احنا انه الفنجاي جدا ريستريكتد في مناطق محدده. اما هم ليبوفيليك ييست جروب، صنفت كليبوفيليك لانها تحب وجود الليبيد، وطبعا هذا شيء منطقي، راح اشوف الاصابات اللي حصير وين فتكسر بيها مناطق الليبيد.
ألو شباب سمعوني؟ نعم دكتور، أنا سمعت بس كان يعني فاصل يعني. الفصل عندي النت فصل، بس أسأل سؤال، ليش عدد الحضور قليل؟ والله دكتور هي بكل المحاضرات هيجي يعني يعتمدوا على التسجيل على الدفع. على كل هسه الشيء ظهر امامكم، رجاء بلغوني، يعني رجعت يعني سويت ساين اوت وساين ان من جديد، فاذا ظهر عندكم شيء بلغوني. شنو اللي امامكم هسه؟ سويت شير للسلايد رقم 2، اني صور امامكم ظهرت. الو نعم هو تم دكتورة، شنو؟ تم وين مشاركة انقطع في الحين؟ العرض بس. هسه بس اسمحوا لي، وين انقطع العرض؟ يعني انا لما بديت اتكلم عن السلايد رقم 1، وين انقطع العرض بالضبط؟ وين هذا السلايد رقم 1؟ اخر شيء سمعته شنو؟ وصلنا اخر شيء، قلنا كوزمتيك بروبلم، سمعتوها ولا لا؟ الو دكتور اخر شيء وصلنا لللايبوفيلك هيست جروب، هاي يعني هيك هاي شنو شفتهم هاي؟ متأكدين؟ اعتقد دكتور متفقين وياك اللي هنا هذا اخر شيء؟ ليبوفيليك ييست اخر شيء هذا سمعتوه من عندي؟ ما يا اعرف دكتورة ما دكتور، كملت هو السلايد، يمكن هو لحد بس يعني ما هو كملت انقطع السلايد السلايد. الاول اصلا. ده خلي نكمل، هاي مكتوب الحمد لله والشكر، خلي نكمل يلا. هسه احنا بالباراجراف الثاني، invasion of the skin and the host responses are both minimal، يعني لا تدخل ديب الفنجاي ولا يصير لها فد immune response يعني يذكر. ممكن يصير عندك حالتين، يعني ككلينيكال فورم للديزيز هذا الانفكشن، ممكن يصير عندك هايبر اور هايبو بيجمنتد سبوت. اشوف هذا الصوره اللي امامك، هذه نوع من انواع التينيا فيرتيكولار، لكن يكون بها هايبو بيجمنتد، قله في التصبيغ للسكين في هذه المنطقه. من اكثر المناطق اللي تظهر عليها التشيست والافر باك والارمز والابدومن، ومن غير يعني منطقه الفيشل ريجيون هذه. عندك الليجن كرونيك اوف كورس، يعني الفنجاي معظمها هي كرونيك انفكشن، لونج ستاندنج يعني انفكشن، ويصير ديسكلر بالسكين فور لونج تايم. قليل يصير عندك سكالينج انفلاميشن اريتيشن، يعني مينيمال هذا، لكن مشكله هاي الكيسز هي كوزمتيك بروبلم. هسه ظهر السلايد رقم 2 عندكم؟ نعم دكتور. تمام، شوف هاي الحاله، هي هاي حاله اللي اعتقد شايفيها، لابد انتم شايفيها، يعني عد ناس هيك عاديه، او حتى خاصة قبل قليل ذكرتها، قلت الأطفال اللي بالترافيك يجون، يعني هذول اللي يبيعون، يعني هواية أشوف يعني بوجههم من هاي الحالة. مرات يصير مس دايجنوسيس بينهم وبين نقص فيتامين أي، أيضا يسوي هيك سبوتات، لكن حنعرف شلون نفرق بيناتهم. الميلفيزيس فيسز ار ليبوفيليك ذكرت قبل قليل، اند موست ريكواير ليبيد ان ذا ميديوم فور جروث. The diagnosis is confirmed by direct microscopic examination, scrubbing. طبعا هنا كل ما تكون الإصابة سطحية، العينة اللي حتكون هنا مو بايوبسي، العينة حتكون سكرابينج. كيف انه انت يعني، طبعا هذا شغلك، يعني قليل اكو ابو مختبر اختصاص علوم يسويها، لانه عادة تكون حساسة، خاصة اذا اكو يعني كرونيك infection for long time، ويصير شكل الجلد يعني مشوه. الطريقه اللي تاخذها هي سكراب، عمل قشط للجلد، طبعا هذه بحد ذاتها يعني رايد لها فد مهاره معينه ان شاء الله تتعلموها بالمستقبل، وتتعامل ب 10 الى 20 بوتاسيوم هيدروكسيد هذا، وبعدين السيد الصبغه هنا صبغه خاصه كلكو فلاور وايت، هذه يعني صبغه خاصه لهذا الفطر. شورت اند برايت هايف، راح تشوف هذا المنظر، طبعا هاي الفيو مال ميليشيزيا جلوبوسا، هذا شكلها، تلاحظ انه اكو يس لكن اكو هايفات، وعاده تكون متفرعه شورت بهذا الشكل.
الكونفيرماتيف كلينيكال تيست از ذا ليجنز ار فلوريسنت، يعني انت حتى ما تحتاج مرات الدز للمختبر فور كونفيرميشن راسا تستخدم الوودز لامب، هذا طبعا راح تحتاجه كثير والعيادات خاصه ابو جلديه دائما يستعمله. اذا ما اغلقت اللايتس بالغرفه وسلطت اليو في لايت هذا اللي هو الوودز لامب راح تظهر عندك السبوتات بهذا الشكل، بها نوع من انواع الفلوريسن. بهاي الطريقه تقدر تفرق نقص الفيتامين اي عن بكتيريا السفلس عن هذا الديزيز اللي هو فانجو، لان هذول الثلاث حالات اكو تشابه يعني بالكلينيكال سيمبتومز على الجلد اتحدث انا يعني مو سيستميك. هسه السلايد الاخر ظهر يبدا بادرياسيس فيرتيكولار از تريتد، ظهر عندكم ماما؟ نعم دكتوره. تمام. البادرياسيس فيرتيكولار از تريتد وذ ديلي ابلكيشن اوف سيلينيوم سلفيت، هاي طبعا محاليل اللي تستخدم كلوشن او يعني تريتمنت اخرى ميكس وياها تروبيكال اور اورال ازول، طبعا اوف كورس العلاج يعني يحتاج الى topical او oral azole، يعني يحتاج rarely medicizia may cause an opportunistic fungemia، طبعا fungemia you know HIV MIA meaning reach the blood in patients usually infants، احنا هاي الحالات اكثر شيء تسجل بالinfants اللي هم عندهم receiving total parenteral nutrition، دول اللي خاصة يجون مال نيوتريشن اثناء الجستيشن بيريد ويجي فيه تسويق كلش ويحتاج الى يعني نيوتريينت وينتج احيانا من الكونتامينيشن نتيجه الليبيد ايموليوجيني طيب الكاتاليتيس سيبسس، يعني هاي الحالات المسجله. Some individuals develop folliculitis due to malassezia وعندك species malassezia are considered part of cutaneous microbiota في بعض الاحيان، يعني قلت لك it depend on the geographic location، هذه الفطريات متوفره يعني في بعض المدن اللي هي عاده تكون رطبه اجواءها وتكون ساحليه، بعض الاحيان انه يعني المناطق الساحليه اذا شايفيها دائما اجواءها رطبه وحتى يعني من غير المويستشر انه التمبرتشر it is very suitable for growing of fungi، لذلك تكثر بهذه المناطق. بعد عندنا ها they have been implicated as a cause of contributors to the seborrheic dermatitis، اكو حاله ان شاء الله تاخذوها بالجديه اللي هي seborrheic dermatitis التهاب بالجلد للغدد الزهميه اللي هي الجلديه اللي هي تحب الليبيد، وين ما يتواجد ليبيد هي تشوفها تكثر وتتواجد، وطبعا اوف كورس عندك الدندروف هذه يعني most common يعني عادة ما يرتبط تواجدها، لذلك بعض الأحيان يقول لك الدندروف ربما سببها طبيعي وربما سببها نتيجة إصابة جلدية بالفطر، هذه واحدة من الإصابات. هسه حنبدي كيس جديد، ظهرت أمامكم تينيا نيجر نيجرا، ظهرت أمامكم؟ نعم دكتور. تمام أحسنتي بارك الله بك، شو اسمك ماما؟ مهج. يا أهلا وسهلا. هلا ماما. التينيا نيجرا طبعا كلمة نيجرا you know meaning أسود يعني or التينيا نيجرا بالا مارس، هذه طبعا تسميات مختلفة بس هي الموست كمان وحتى بالمختبر اسمها نيجرا رأسا، حتى تينيا نيجرا يعني ما يحتاج تفاصيل. superficial طبعا هي وكرونيك واسبتوماتيك ما بيها اي اعراض عدا انه هي هاي اللطخه اللي تظهر يعني discolor بالسكن. caused by dermatitious fungus hortia طبعا اسمها او اكسوفيليا مر علينا ورنيكي هذا السبيشيز والجينس مالت الفطر اللي سبب هاي الكيس. This condition is more prevalent in warm coastal، هسه قلتها يعني coastal الساحلية والwarm دافئ، المناطق الساحلية دائما تكون درجة حرارة بها من 25 إلى 35، كلش كلش إذا أريد يبرد الجو خلي يصير بنهايات الطعشات بالليل لما تغيب الشمس، لكن بالنهار نهائيا ما ترتفع درجة الحرارة مثل مناخنا الممتاز درجة حرارة مع الصحراء. هاي المناطق دائما محبب نمو الفطريات بها، يعني جدا
فيفرت، وتشوف اليونج وومن يعني اكثر افكتد بيها. الليجن ابير از دارك براون بلاك، هذا شكلها واضح جدا هاي الصوره. ديسكلريشن اوفن ذا بام، راحت اليد، راحت اليد هي الاكثر يعني مكان هو التارجت مالتها. مايكروسكوبيك اكزامينشن اوف سكين سكراب، انت احنا قلنا بعد انه جاي سكراب ناخذ قشط ونشوف نفحص بها تحت الميكروسكوب. ممكن ان تكون الليجن يصير بها يعني برانش هايف، الليجن يصير بها برانش هايف تحت الميكروسكوب تشوفها اذا ما عالجت السكراب. وبادنج ييست ايضا، لان انا هذا الاطباء ما دز اصلا حتى يعني فحص تيست مايكروسكوبيك، واضح شكلها يعني ماكو فطر غيرها يسبب هاي الحاله براحه اليد. التينيا نيجرا يعني حتى ماكو شعر حتى تنمو عليها، فطريات اخرى هي هاي يعني هذا التارجت تشي مالتها. التينيا نيجرا will respond to treatment with a keratinolytic solution، طبعا هاي محاليل suggestion، ساسيليك اسيد الموس كمان طبعا ساسيليك اسيد والازول as antifungal drug تستجيب له. وطبعا اليانج وومن يعني ما حد سأل قال ليش يانج وومن، يعني اكو سبب. ناخذ حالة أخرى هي الأخيرة. الصورة أمامكم واضحة والسلايد واضح ماما اللي هي بيدرا؟ شباب واضحة صم؟ تمام دكتور هي... نعم أدي اليونج وومن لأنه هي هرمونال يعني ممكن لها سبب؟ هرمونال اكستشينج؟ يعني هي لأنه السكين مالتها سوفت يعني سوفت يعني هاي مرحلة السكين الكيراتين البيها مرحلة جدا مناسبة بالنسبة للفطر، لا هي كلش يعني الكيراتينها صاير قوي وفايبرينازد مثل باقي النساء الكبار بالسن، و ولا هي طفل بعدها ما يعني ما مكتملة وما متكونة عندها القشرة، فاليانج ممتاز يعني بالنسبة للفطر. هسه هذا حالة هذا اللي قدامك حالة شائعة جدا عندنا بالعراق، كثير موجودة كثير نشوفها، اللي هي الباك بلاك بيدرا. طبعا بلاك بيدرا او البيدرا السوداء، طبعا بيدرا باللاتيني او بالاسباني معناها ستون او حجر صغير. از انوديولار انفكشن اوف ذا هير شارت، طبعا هذا يعني جسم الشعره، بجسم الشعره ما يوصل للجذر، فقط جسم الشعره يتاثر بها. از ديو تو انفكشن وذ تريكو سبورون، هذا اسم الفطر او يعني وات ايفر السبيسيز مالته، المهم هذا الجينس. بريزنت از لارج سوفت يلويش، على بعض هذا بالنسبه للبيضاء، اثنين عندنا شكلين بيضاء وعندنا سوداء. اي الشعر المستهدف هو الاكزيلاري بيوبيك بيرد والسكالب هير كلها، يعني من غير شعر الرأس اي شعر بالجسم ممكن ان يستهدف بهذا الفطر. التريتمنت مالته طبعا تريتمنت فور بوث تايبس، اثنيناتهم سواء هذا النوع او هذا النوع من الستونات. كونسيست اوف ريموفال اوف انفكتد هير، طبعا شيفينج افضل طريقه هي الشيفينج. And application of tropical العفو topical كل ساقها tropical topical antifungal agent. بيدرا is endemic in tropical countries. احنا شائع عندنا مو لانه احنا tropical countries، احنا شائع عندنا الفطر يعني نتيجة قلة العناية بعض الاحيان. الجو مالنا ايضا مترب يثير السبورات فتعلق بالرأس واي اسباب. هذا شكلها تحت الميكروسكوب، يعني انت لو تقطع شعره وبيها تحط هاي الستون تحت المجهر تعالجها بالكي او اتش وتجي تباوعها راح يظهر عندك بهذا الشكل، هاي الشكل الستون تحت التكبير الميكروسكوبي. بلاك بيدرا كلش واضحه وماكو غير حاله ابدا تسويها، والوايت بيدرا انفكتد هير اندر مايكروسكوب. بس انطيك ملاحظه يعني حتى لك انت تستفاد من عندها، اللايس او القمل اخذتوه اكيد بالطفيليات، البيوض مالته واللارفا تعطي انطباع شكل يشبه هذا، يعني ست لو ترجع للصوره هاي بالسلايد السابق
بالضبط هذه اللايس، ما يعني بيوض اللايس او حوريات اللايس هذا شكلها. وايضا هم تكون ملتصقه بالشعر، من تريد يعني تسحبها او تجرها ما تنجر بسهوله، صايره جزء من الشعر فتشبهها. لكن كيف تفرق بيناتهم هنا تحتاج مايكروسكوبيك اكزامينيشن من غير الفحص السريري للحاله. وطبعا هذا اللايس يسوي اريتيشن وايتشنج بالراس، هذا ما يسوي. لهنا انا اني ان شاء الله خلصت المحاضره. اذا اكو احد عنده سؤال اني حاضره، اي سؤال تردون تسالوه شباب. احد عنده سؤال؟